السلام عليكم. بنكمل كلامنا عن عضيات الخلية، وبنجد ان العضيات خدنا منها الميتوكوندريا والبلاستيدات والليسوسومات. بنبدأ كلامنا النهاردة او بنستكمل كلامنا، هنلاقي عن عضيات الخلية المتمثلة في الأجسام المحللة او الليسوسومز. والليسوسومز دي عبارة عن أجسام كروية زي ما احنا شايفين في الشكل ده كده، وبتكون لها سنجل ممبرين او غشاء واحد، مش زي الميتوكوندريا من اللي شفناها كانت عبارة عن لها غشائين، لكن دي من العضيات اللي لها غشاء واحد، وبتحوي داخلها حتى من اسمها انها اجسام محللة، فنلاقي بداخلها العديد من الانزيمات التحلل المائي. الوظيفة الرئيسية للاجسام المحللة هو هضم المواد الغريبة، دي كوظيفة أولى. أي مادة مثلا بكتيريا، أي فاكيول، أي فورين بارتكلز يخش جوه الخلية، هي دوره الإمساك بيه وهضمه. رقم اثنين، ودي برضو ده وظيفة مهمة جدا، هو هضم العضيات الهرمة في الخلية. يعني لو ميتوكوندريا أصبحت مش يعني سليمة بيتم التخلص منها، هي أو غيرها، أي عضي غير سليم بيتم التخلص منه بشكل تلقائي عبر الأجسام المحللة. بعد كده بنلاقي عندنا في العضيات رقم 7 الفجوات الخلوية، وهي عبارة عن فجوات ممتلئة بمحلول مائي، ووظيفتها الأساسية هو هضم الغذاء، تنظيم الضغط الأسموزي، التخزين. وهناك أكثر من نوع من الفجوات، ففي فجوات منقبضة دي رقم 1 وموجودة في الباراميسيوم كمثال، ووظيفتها تنظيم الضغط الأسموزي للخلية. رقم 2 الفجوات العصارية الموجودة في الخلية النباتية، ووظيفتها تخزين الطعام والفضلات والماء. رقم 3 الفجوات الغذائية، وتوجد في الباراميسيوم أيضا، ووظيفتها هضم الغذاء من أجل استفادة من المواد الموجودة به. بعد كده بنلاقي العضي رقم 8 اللي هو الجسم المركزي أو السنتريول. السنتريول ده هو عبارة عن جسم مختص أو يلعب دور مهم جدا في انقسام الخلية الحيوانية، حيث ان له دور. لو ما نيجي في الانقسامات هنلاقي ان هذا اللي هو السنتريول دور مهم جدا، ان هو بيكون خيوط الغزل، فهو ده دور خيوط الغزل او المغزل اللي لها دور كبير جدا في ترتيب الكروموسومات اثناء انقسام الخليه. وما ننساش ان هو يوجد في الخليه الحيوانيه فقط. رقم 9 في العضيات بنلاقي عندنا الأصوات والأهداب، وهي سواء أصوات أو أهداب هي وظيفتها الرئيسية هي الحركة. والأصوات والأهداب بيختلفوا عن بعضهم، إن الأهداب بتكون قصيرة بالشكل ده كده، وبتكون عديدة، يعني هي عديدة في العدد وقصيرة في الطول. أما وطبعا ده موجود في البراميسيوم، أهداب البراميسيوم موجودة بالشكل ده. أما الأصوات فالصوت بيكون أكثر طولا من الأهداب، وبيكون في العدد بيكون واحد فقط، اقل كتير من الاهداف في العدد. وده موجود في كائن اليوجلينا اهو، شايفين ان هو له صوت واحد طويل او ممتد بالشكل ده. بعد كده التركيب الثالث زي ما اتفقنا، احنا تركيب الخليه هو عباره عن سيتوبلازم وغشاء الخليه او الغشاء البلازمي والنواه. والنواه هي عباره عن جسم كروي توجد في منتصف الخلية لو كانت خلية حيوانية، وتوجد في طرف الخلية لو كانت خلية نباتية. تركيب الخلية أو النواة بشكل عام زي ما احنا شايفين في الرسم قدامنا هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن غلاف نووي بيكون به ثقوب عشان يسمح بمرور أو دخول المواد من وإلى النواة. رقم 2 سائل نووي بتسبح فيه المواد المطلوبة لتصنيع بروتين أو تغذية النواة نفسها. رقم 3 النوية موجودة بالشكل ده، دي موجودة وطبعا لها دور كبير جدا في تكوين اللي هو الـ RRNA المسؤول عن صناعة البروتين، أول خطوة في صناعة البروتين. رقم 4 في النواة بنلاقي فيه كروموسومات موجودة بالشكل ده، دي عبارة عن كروموسومات أو صبغيات، طبعا دي اللي بتحمل الصفات الوراثية في جسم الكائن الحي. طبعا وظيفة النواة هي السيطرة على جميع العمليات الحيوية في الخلية. شكرا لحسن استماعكم، ونلتقي في الدرس القادم، والسلام عليكم. وهنشوف فيديو يوضح تركيب الخلية سواء الحيوانية أو النباتية.
السلام عليكم. هنتكلم عن تركيب الخلية الحيوانية، هنستكمل الشرح بتاعه، وقدامنا مجسم بيعبر عن تركيب الخلية الحيوانية. طبعا هو عبارة عن ثلاث أجزاء. الجزء الأول هو الغشاء البلازمي اللي احنا شايفينه ده، رقم 2 هو عبارة عن السيتوبلازم، وهو الموجود ما بين النواة وجدار الخلوي ويحتوي على العديد من العضيات. رقم 3 هي النواة اللي موجودة في السنتر أو في مركز الخلية. طيب بالنسبة للغشاء البلازمي، هو عبارة عن طبقة مزدوجة من الدهون الثلاثية زي ما اتكلمنا، ودورها هي السماح بإدخال وخروج بدخول وخروج المواد من وإلى الخلية. بعد كده السيتوبلازم قلنا بيسبح فيه العديد من العضيات. طب ايه هي العضيات؟ بنلاقي عندنا حاجة مثلا زي أجسام جولجي اللي موجودة هنا، دي بتكون عبارة عن أكياس مقوسة، طبعا دورها مهم جدا في نقل البروتينات، موجودة بالشكل ده. كمان بنلاقي حاجة زي العضيات، زي من العضيات هي الميتوكوندريا الموجودة أكتر من شكل، وطبعا هي بتكون ثنائية الأغشية، في لها غشاء داخلي وغشاء خارجي، وطبعا هي مهمة جدا زي ما اتكلمنا في إنتاج الطاقة، هي بيت الطاقة في الخلية. بعد كده من ضمن العضيات بنلاقي عندنا الأشكال اللي شايفينها قدامنا دي، ده عبارة عن الأجسام المحللة، وطبعا هي دورها اللي هو التخلص من العضيات الهرمة أو الكبيرة. ورقم 2 اللي هو القضاء على أي بكتيريا هاجمت أو أي ميكروب هاجم الخلية. بعد كده برضو بنلاقي من ضمن العضيات بنلاقي عندنا الأجسام المركزية، بتكون موجودة مجاورة للنواة، بيكون الجسم مركزي كده، وطبعا هو له دور كبير جدا في الانقسام بتاع الخلية. كمان بنلاقي فيه اللي هو الشبكة الاندوبلازمية، دي من ضمن العضيات. الشبكة الاندوبلازمية في منها نوعين، شبكة اندوبلازمية موجودة هنا بتكون ملساء، بتكون ليس على سطحها ريبوسومات، اما الشبكة الاندوبلازمية النوع الثاني بتكون شبكة اندوبلازمية خشنة. خشنة ليه؟ لان على سطحها فيه ريبوسومات زي ما احنا شايفين. يبقى انا عندي نوعين من الشبكات الاندوبلازمية، شبكة اندوبلازمية ملساء، طبعا دي دورها مهمة جدا في انتاج الدهون في الخلية، ورقم 2 اللي هي الشبكة الاندوبلازمية الخشنة اللي على سطحها ريبوسومات، وطبعا دي لها دور كبير جدا في انتاج البروتينات في الخلية. كمان بنلاقي فيه ريبوسومات، الريبوسومات لها شكل، طبعا هي المصنع بتاع تكوين كرات، المصنع بتاع تكوين البروتينات. بنلاقي هي لها شكلين، ممكن تكون حره فري زي ما احنا شايفين كده، او قد تكون اتاتشد او ملتصقه على سطح الشبكه الاندوبلازميه الخشنه، وطبعا هو الدور واحد سواء هنا او هنا، هو انتاج البروتين. طيب ده بالنسبه لمين؟ للعضيات. يبقى احنا شفنا الميتوكوندريا، شفنا الاجسام المحلله، شفنا الشبكه الاندوبلازميه الخشنه، شفنا الشبكه الاندوبلازميه الملساء، شفنا اجسام جولجي، شفنا الاجسام المركزيه، وبعد كده شفنا اللي هو الاجسام المحلله، وشفنا الميتوكوندريا كاماكن ل او كمكان لانتاج الطاقه. طيب بعد كده الجزء الاخير في او رقم 3 في الخليه، يبقى رقم 1 كان غشاء بلازمي، رقم 2 السيتوبلازم بما يحتوي من العضيات، رقم 3 النواه. النواه عباره عن ايه بقى؟ تركيبها، تتركب النواه، طبعا هي عشان خليه حيوانيه بتكون النواه موجوده في السنتر في منتصف الخليه، ده رقم 1. رقم 2 كتركيب، هي بتتكون من اكتر من جزء. الجزء الاول هو عباره عن غشاء نووي، وعلى فكره الغشاء النووي ده بيكون مثقب في العديد من الثقوب زي ما احنا شايفين، عشان تسمح بدخول وخروج المواد من والى النواه. ده التركيب الاولاني، يبقى عباره عن غشاء نووي. رقم 2 بيكون فيه سائل جوه اسمه سائل نووي، ده بيحتوي على المواد المطلوبه لعمل النواه. رقم 3 بنلاقي فيه نوايات، ممكن قد تكون نوايه واحده او نوايتين او اكتر. رقم 4 بنلاقي فيه اجسام او صبغيات بتكون موجوده في النواة. يبقى عندي النواة بتتكون من كام جزء؟ 4 حاجات، غشاء للنواة، رقم 2 نوية، رقم 3 سائل نووي، رقم 4 صبغيات. وطبعا النواة بشكل عام هي مسؤولة عن التحكم في جميع الوظائف الحيوية في الخلية. يبقى كده احنا شفنا مكونات الخلية وأجزائها مع بعض.